المصريين ومن سنين كتير لخصوا خبرات حياتهم في كلمتين: يعيشوا لسنين. زي الجدعانة ملهاش دكان، كانوا بيقولوا زمان الجدعانة ملهاش دكان. وجدعانة الستات عندنا بميت راجل، ستات جدعة شايلة بيوت وبتجري على عيالها، وزي ما قالوا زمان الإيد لوحدها ما تسقفش. إحنا في مؤسسة حياة كريمة بذلنا كل جهدنا وقفنا معاهم ومكننا 5000 ست جدعة يبقى ليهم مشاريعهم عشان ما تحتاجش لسؤال غير، وقلنا هم وشطرتهم وكانوا شاطرين، وحنكمل اللي بدأناه عشان نحافظ دايما على حياة كريمة.